السلام عليكم ورحمه الله. بص يا جماعه، ده كوبري بتاع 21، تاخد الكوبري وتمشي دغري. ده الكوبري اهو بتاع 21. تاخد السكه دغري، ما تطلعش ولا كباري تاني، واكلم من ده هصور لكم الكوبري التاني اللي هتطلع منه عند كرير. حطيت قدامكم ايه؟ برج العرب والعالمين. دغري على طول، دغري على طول هتروح العالمين. مطار برج العرب، هتاخد الكوبري اللي في وش منك هناك ده، هوريه لك دلوقتي. بس يا جماعه، لو طلعت دغري كده على مطروح والعالمين وديله على طول، انت بقى هتاخد ايه؟ الكوبري قدام منك اهو بتاع كرير، تاخد الفتحه اللي قبل منه واضحه ايه مكتوبة ايه؟ هتخش هتلاقي مكتوب يافطة كرير، يافطة سيدي كرير. هتاخد الكوبري اللي جنب منها على طول، اليافطة اهي، هتاخد الكوبري هتنزل على البحيرة عادي. من على الكوبري هتلاقي كارفور على ايدك اليمين، كارفور على ايدك اليمين اهو. مش هتاخد، هتاخد الحاره اللي على اليمين اللي هي بتاعت الخدمات، يعني هتستناك لازق في كارفور وتاخد الحاره اللي على اليمين بتاعت الخدمات. اهي البحيره اهي قدامكم، هصورها لكم برده من قريب. بص ادي البحيره اهي. حاجة تفتح النفس اهي.